مساء الخير، نحن معكم من معرض أربيل الدولي للكتاب بنسخته 16 ونحن في اليوم 7. ضيف هذا الحوار الأمين العام للمكتبة المركزية لجامعة الموصل سيف الأشقر. مساء الخير أستاذ. مساء النور. وأهلا وسهلا فيك بجناح شبكة 964. أهلا وسهلا بكم. اليوم أنتم بجامعة الموصل المكتبة المركزية، أنتم في زيارة لمعرض أربيل الدولي والفريق متواجد، ممكن تحكي لي عن زيارتكم اليوم كيف؟ نعم طبعا بالتأكيد، هذا النشاط هو نشاط ثقافي إنساني حضاري، نسعى دائما من منصة المكتبة المركزية وكذلك بجهود كوادر المكتبة المركزية ورئاسة جامعة الموصل المتمثلة بالأستاذ الدكتور قصي كمال الدين أحمدي لنشر الوعي في مجتمعنا. لذلك من المهم جدا التواجد في مثل هذا المكان الذي هو يعتبر يعني أحد الأمور الأساسية لبث قنوات الوعي من خلال المؤلفات التي هي موجودة وكذلك من خلال المحاضرات التي يتم إلقاءها هنا للوصول إلى فريق المكتب اليوم متواجد، يعني أنتم فريق كامل. فريق كامل متواجد وأيضا متواجدين بدعم من قبل اليونسكو وكذلك بالتعاون مع تراث الموصل وكذلك رصيف الكتب. عندكم مشروع، يعني مشروع تعاون بين المكتب المركزي واليونسكو، تحكي لي أكثر عنه؟ نعم، بالحقيقة ما مرت به مدينة الموصل من إرهاب أدى إلى فقدان ما يقارب المليون مصدر في المكتبة المركزية في جامعة الموصل، وتم العمل من خلال رئاسة جامعة الموصل وكوادر المكتبة المركزية على استراتيجيتين، أحداهما إعادة الإعمار للمبنى للمكتبة المركزية وكذلك لإعادة المصادر وكذلك إعادة الخدمة للمكتبة المركزية. لذلك تم الشوط الأول وهو إعادة الإعمار، والآن نحن نستكمل الشوط الثاني بإعادة المصادر وكذلك العمل من خلال العمل مع اليونسكو لإعادة المصادر وكذلك إعادة الانفتاح الدولي لتوفير الوسائل التكنولوجية للمجتمع. إعادة المصادر والمؤلفات التي فقدت أثناء احتلال مدينة الموصل؟ نعم بالتأكيد، هو لا يمكن إعادة كافة أنواع المصادر، لكن بجهود وتكاتف المجتمع المحلي والدولي يتم إعادة المصادر بشكليها الورقي والإلكتروني. مكتبة الموصل، مكتبة جامعة الموصل أثناء احتلال داعش قدرت تحافظ على أرشيف ضخم لإلها، احكي لنا عن هاي التجربة، يعني خبأتوا الكتب وحفظتوها، يعني من يعني حفظتوها من احتلال داعش، احكي لي شوي عن هاي التجربة. بصراحة خلال احتلال داعش فقدنا الكثير من المصادر، لكن عند التحرير كان هناك متطوعين من الشباب وأيضا كوادر المكتبة والجامعة قامت بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصادر الموجودة والمصادر النادرة، بالإضافة للجهود المحلية التي تمت من خلال إعادة أي مصدر عليه ختم المكتبة المركزية. وحاليا طبعا نعمل مع المجتمع المحلي والدولي لتوفير الخدمات المتنوعة للمستفيدين. تقريبا عدد المؤلفات والمصادر الموجودة بالمكتبة المركزية لجامعة الموصل اليوم قد ايه بيوصل؟ نعم، هو طبعا احنا نعمل بشقين ورقي وإلكتروني. ما هو موجود من كتب ورقية على الرف حاليا ما يقارب 50,000، وبما هو ينتظر الدخول إلى الرف ما يقارب 150,000، لكن بالشق الإلكتروني فاحنا الحمد لله وصلنا لملايين المصادر، وذلك من خلال تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وخاصة خلال فترة كورونا تم التواصل مع العديد من الجامعات وكذلك من خلال اللقاءات الدولية تم الحصول على موافقات بإضافة المصادر المتنوعة، وطبعا الآن متاحة للمستفيدين من خلال المجتمع المحلي والدولي. وأنتم الآن بانتظار إعادة المصادر من خلال مشروعكم مع اليونسكو؟ اليونسكو نعمل على إدخال الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة للمكتبة؟ للمكتبة، حيث أن الأجهزة الإلكترونية والمعدات التكنولوجية وأيضا التدريبات للتقنيات الحديثة التي تواكب الحصر تحتاج إلى شراكة كبيرة. وبصراحة
خلال الشراكة الماضية مع اليو ان دي بي وايضا الحكومة الألمانية تم اعادة بناء المكتبة. الان نحن بشراكة مع اليونسكو والحكومة الإيطالية لإدخال التكنولوجيا بكافة أشكالها إلى المكتبة. بعد تحرير المكتبة وإعادة افتتاحها وترميم المبنى، اليوم مين أبرز زوار المكتبة؟ آلاف الزوار، يوميا ما يقارب 2000 مستفيد يدخل إلى المكتبة. بالإضافة نحن في جامعة الموصل زوارها وكذلك تدريسيها وموظفيها وطلبتها ما يقارب 80,000 شخص هو مستفيد، بإضافة لمحافظة 2.4 ملايين. نعم، غالبيتهم هل هم طلاب أم كل فئات؟ كل فئات المجتمع هم مرحب بهم بالدخول لهذا الصرح العلمي الإنساني الثقافي الذي يخدم الجميع. أستاذ سيف الأشقر، الأمين العام للمكتب المركزي بجامعة الموصل، شكرا لك، الوقت للأسف ضيق. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. متابعين 964 مستمرون معكم بتغطية أخبار وفعاليات المعرض، ولا تنسوا زيارة منصاتنا.